اهلا وسهلا بيكم في قناة مواهب ابتكار. والنهاردة معانا حاجة كلنا بنحبها وهي القطايف. المكونات هنحط 2.5 كوباية دقيق ابيض، معلقة خميرة بيرة صغيرة، 0.5 كوباية دقيق بسبوسة او سميد، معلقة كبيرة بيكنج باودر، سكر علشان نعمل الشربات، ومعانا طبعا الحشو مكسرات، وكمان معانا ليمون هنحطه للشربات. يلا نبدأ مع بعض. أول حاجة حطينا 1 كوباية دقيق، وادي 1.5 كوباية، نص 1/4 كوباية دقيق سميد أو دقيق بسبوسة هتجيبيه من عند أي عطار، معلقة خميرة، فيها خميرة فورية، وادي معلقة كبيرة بيكنج باودر، وبعدين نحط 2 معلقة سكر كبار، ويكون معاكي 3 كوبايات مية دافية تكوني مدفياهم. بصي الفوران، وانتي بتعملي الخليط دوت عشان تعمليه في الخلاط هنعمل الشربات مع بعض. الشربات عبارة عن 2 سكر عليهم 1 كوباية مية، وما تقلبيهاش غير لما تغلي. هنا حطيت 3 كوبايات مية دافيين وبضرب في الخلاط. اضربي كويس جدا عشان يمتزج كله في قلب بعضه. هنا خلاص غلي فينفع اقلبه، قبل ما يغلي ما تقلبهوش خالص. وطالما قلبتيه وغلي تعصري 1/2 ليمونة وتدفي عليه على طول عشان ما يتقلش زيادة عن اللزوم منك، ويبقى قوامه معقول. هنا بقى زي ما انت شايفة بدأت اجيب فنجان واحط القطايف في الطاسة. وبصي بقى الخروم دي معناها ان القطايف بتاعتك ناجحة 100%. يلا مع بعض نبدأ بكوباية صغيرة وتعملي على شكل دايرة وتحركي الطاسة. اصل ما عنديش غير الطاسة دي، لكن انتوا لو عندكوا حاجة سيراميك مش محتاجة تحركي. احنا هنا بنحركها علشان يبقى سمكها قليل. بصي بصي بتتنفخ وتتفتح ازاي، ده كل ما تتفتح معاكي تعرفي ان هي ناجحه. ما تطلعيها طلعيها على فوطه ماشي وتغطيها. بصي كلها مخرمه، ده معناها ان العجينه مترتبه بالشعر، يعني مقاديرها ممتازه. بصي متخرمه جميله ازاي، وهوريكوا الظهر دلوقتي لونه تحفه. وتقمت اهو بصي الظهر لما تطلعي طلعي على فوطه زي ما انت شايفه كده، وتطلعي وغطي. حتى لو هي ناشفه بسيط معاكي هتطرى مع التغطيه. بأمانة عملتها تحفة جدا والطعم حكاية. بصي حشينيها طبعا بقى الحشو العادي وقفلت عليها كويس، وهي زي ما انت شايفة ولا فتحت في الزيت، لونها تحفة. وبصي بقى طلعناها رصيناها سقيناها في الشربات. لو عايزة ترصي عليها ترشي عليها سكر باودر، لو عايزة تحطي عليها عسل نحل بلاش الشربات، مفيش اي مشاكل خالص. عندك سوداني، عندك جوزة هند زيادة، عندك اي مكسرات زيادة رشيها عليها، اللون تحفة الطعم حكاية ما اقولكوش. وما بتعملي العجينة في البيت بايدك بتتبسطي جدا، ده رقم واحد. رقم اتنين بتضمني النظافة بتاعتها. رقم ثلاثة ان مش عايزة اقولك بقى ان انت مثلا ولادك هيفرحوا وانتوا بتعملوا بيساعدوكي، حاجة كده بهجة بهجة وفرحة في البيت. وكل سنة وانتوا طيبين. ان شاء الله نوعدكم فيديو تاني نعمل فيه برضو كنافة من الاخر، نعمل فيه جلاش، هنخصص شوية فيديوهات للحلويات، يا رب يعجبكم.